الاول. جمع الناس، قول جمع الناس كده، نجمع الناس النهارده، لان عامل لكم طفره بسيطه على المجموعه. جايب لك طفره تفرح القلب. امبارح كنت عامل لكم صفقه، النهارده جايب لك طفره. لسه الشغل جاي دلوقتي، فقلت الناس تفرح معايا وتفرح بالاسعار. هتتفرج على اسعار مش هتصدقها. جمع للناس كده بقوه الصاروخ، وهتتفرج على مشهد دلوقتي بس اوعى تدوق. هتسمع السعر منه، هتسمع التشكيله اللي تفرح القلب. حبيبي النهارده جايب لك شويه فاكهه. قالك الحلاوه والجمال، وقلنا الكل كسبان معاه مفاهيم وفرحان. حبيبي هاخد ود معاك بشكل ود في تشكيله 7,000,000 موديل، جايين باسعار خياليه. حق ربنا كانوا جم امبارح، بس هم جم النهارده متاخر. يعني انا الشغل ده كنت مستنيه من امبارح. بص يا حبيبي، هاخد ود معاك بشكل ودي. صور كده، اعدل الصور. حبيبي جملة وقطعي، خلينا نتفق. عندي جملة وقطعي النهاردة. النهاردة الثلاث يوم المفاجآت، عندي جملة وقطعي. الجملة ليها سعر معين في المكتب. أنا بصور لك دلوقتي داخل المكتب وداخل المعرض، فين؟ في حتة كده بسيطة، الزحمة برة. أدي الشغل اللي على الكاميرات كده، أدي المحل أهو. الناس اللي امبارح عملنا اللايف جم بدري وبيستفيدوا بالعروض، والناس اللي لسه نايمه انا بصحيهم. شغال؟ شغال. حبيبي يا عم فاهم، جالكوا اكس عيالكوا. النهارده جاي لك بطفره تفرح القلب، وهتسمع الاسعار تجيني بسرعه دلوقتي قبل ما الشغل يخلص. اللي عايز جمله موجود، واللي عايز قطعه موجود. مرمر بتقول لك جايه لك اهو يا عم فاهم. اتفرجي الاول يا مرمر وبعد كده تعالي. بص يا مرمر، عشان خاطر مرمر. مرمر لما تيجي دلوقتي تفكريني بنفسك كسبانه معايا هديه. بص يا حبيبي، وانا بجمع الناس تجمع معايا. ايه في الحته الرايقه دي بقى؟ ده فستان. ادي موديل من ضمن الموديلات، وادي الفستان ايه؟ اهو على الطبيعه. سنتين ثلاثه بيلبس. شغال؟ شغال. بص يا حبيبي، ادي الواناته، ادي طبعه. وادي الوانات حوالي 10 موديلات من اللي هو الكاش ده، الفستان. هتسمع بقى السعر ده، القطن دون اللي بيغنيك عن الجنس. الواناته كتيره. بص بقى الحته الرايقه دي، هات كذا موديل منه. في الموديل ابو شرشير، بص حبيبي الموديل، بص عامل ازاي الالوانات. السعر هقوله لك دلوقتي، هيفرح القلب. هتقولك حق يا عم فاهم تعمل لايف دلوقتي. شغال؟ شغال. بص الالوانات 70,000 نقشه و70,000 لون. يلا فين ابو شراشيب؟ كمان عندك لقطه بشراشيب حلوه. بص حبيبي، ادي موديل تاني. عارف ابو شراشيب؟ بص كده اهو، ادي موديل 50,000 موديل. شغال؟ شغال. بص كده، ادي الموديلات كذا لون، قلنا جمله وقطاعي. يلا بص يا جماعة، الموديلات وصلت يا جماعة. بص يا حبيبي الموديل ده كمان. بص يا حبيبي، أنا عشان عامله لك في المكتب جايب لك عينات أهو. هنسمع السعر. يلا يلا كل واحد يتوقع إحنا هنبيع بكام. اللي يقول السعر صح يا جماعة ليه هدية. صدقوني اللي ليه، اللي هيقول صح فعلا ليه هدية. والله اللي هيقول السعر فعلا صح ليه هدية. بص يا حبيبي، ادي الموديل الثاني. قلنا داخل علينا الصيف، وقلنا طبعا الاطفال ده طبعا محتاجه القطن ده في الصيف، ده ضد الحر وضد ايه. بص يا حبيبي، كل ده سعر واحد اللي اقول لك عليه. يلا بص برضك، حته التيشيرت ده حكايتك حكايه كوكو. هتسمع السعر مش هتصدق. يسكت عم اديله. يلا وادي الفستان، وادي الشغل الفاخر من الاخر. روح يا شيخ، خليه يعمل بيتك 70 موديل. يلا خلصت. تمام، ورينا بقى الموديل ده. ورينا الموديل ده كده، امسك ده كده، ورينا كده البديات وجهز على طول
في ناس بتقول 15، في ناس بتقول 35، في ناس بتقول 20. كمل كمل. كل ده 35 حق ربنا بيعه. الله جالك الموديل اللي حكايته حكايه. شغال. في ناس بتقول 15. طيب ايه كمان؟ في ناس بتقول ب 10 جنيه. ايه كمان؟ يلا الناس اللي بتقول 15 و10 يبقى ما بيشتروش. ده ب 55 و 65 بيتباع. بص يا حبيبتي شويه الطبعه اللي فيهم دول بال 25. الطبعه دي ترانسفير ثوابت. ما احنا لما نيجي نتكلم نتكلم كلام لو مؤاخذه، مش هنخبي باي كلام. انا عايز الزبون الناصح اللي يعرف يقول لي يا عم فاهم انا بنزل اشتري بكذا. يلا انا لسه عرض اللبن. امسك يا حبيبي. بص يا حبيبي كل ده سعر واحد. النهارده شغالين دلوقتي بنبيع. بنبيع دلوقتي. انا لو طلعت لك دلوقتي هوريك ضرب نار على الشغل ده. قلنا برضو كده ايه؟ اللي ما عرفش ان الشغل ده يجي انا بديله فكره. في ناس بتقول بسبعة ونص. لا ده سيبك من الناس دي، خليها في الناس اللي هي بتشتري الزبون الناصح. عمو فاهم طول عمره بيحب الزبون الشاطر. يلا حد يكمل يا جماعه. كل ده 35 والمفاجاه في الاخر. ده قطن صافي. بص الطبعه من ورا الشغل الرايق وادي الشغل الرايق. يلا بص كده ادي يا جدي. بص يا حبيبي جمله وقطع. الله ايه ده ايه ده ايه يا راجل انت ده؟ بص يا حبيبي شياكه والاناقه الفستان بتاع الاطفال القطن ده ابو 35 شغال شغال. بص يا حبيبي المشهد ده. يلا نسكت هنديله. في ناس بتقول ب 25. بص يا حبيبي ده القطن ده ولا ابو 35؟ بنطلون ميلتون. ميلتون اصلي ميلتون قطن. ده مش هلاقيه ده بدل الجنس. نسكت. لا راح جاب لك البنات كمان. هذا الشغل الرايق وادي الشغل الفخر يا جماعه. الاسعار مفاجاه في الاخر يا جماعه. هتسمعوا الاسعار. ده الاسترتش ده من ابو 35. اقول السعر خليهم يقولوا لي قول ولا ما اقولش. اه ها اقول السعر. اقول عشان الناس تلحق تيجي. عشان الناس تلحق تيجي. بص يا حبيبي المشهد مش هتصدق. بكام بقى؟ بكام؟ عمو فاهم اول مره يعمل لك لايف الصبح كده. بص بقى حصل استرتشات القطن. حصل يا جماعه. استرتشات تمشي تحت اي فستان، تمشي تحت اي ايه عليه بض. حكايتك حكايه كوكو. ده القطن الاصلي غسيل ولبس. بص يا حبيبي الالوان بتاعت الفرفشه بتاعت الاطفال. بص يا حبيبي داخل علينا صيف ومحتاجين القطن. بدل ما العيل يخرج بالجنس لا يخرج بمنطلون قطن حكايته حكايه. لولو بتقول لك الله ينور عليك. مين دي؟ لولو. لولو تيجي تاخد مني هديه. بص يا حبيبي الصبياني بقى اللي هو بخطين الكليريك الاصلي. بص الاسمر مكان الجنس. الاطفال ادي يا جدي شغال. بص يا حبيبي شركة جديدة أول مرة نشتغل معاها النهاردة. شغال شغال. يلا هنطلع بقى هنقول السعر بتاع. في ناس بتقول لي يا جماعة قول قول. هقول لك يا حبيبي عشان إيه؟ شوق ودوا. بكام يعني فيلم أبو 35؟ ب 15 ونص. يبقى أول واحدة قالتها زوزو سمير ب 15 جنيه. ب 15 يبقى زوزو سمير تكسب. 15 جنيه كل اللي أنا عرضته. التيشيرت والفستان والبادج ناقص البادج اللي هو ده. أول واحدة يا جماعة دودو سمير قالت الرقم صح؟ اه تمسك كده دودو سمير. فممكن تيجي في أي وقت تسته بتاخد الهدية لأبو أي من أي هدية أبو 15. بص يا حبيبي أدي شغال كده وأدي الألوانات. شغال سلسلة ال 15. ال 15 التيشيرت ده داخل الصيف مش بلاقيه ب 35. بص يا حبيبي القطن اللي حكايته حكاية. يلا يلا يسكت عم اديله. يعني أي حاجة ب 15 جنيه؟ 15 سواء تيشيرت او فستان اي كان ب 15 من انا بعرضه. يسكت ام اديله. بص يا حبيبي 15 قلنا اللي حصلنا كسرنا الوان الواناته جمله وقطاعي. اللي عايز جمله موجود دلوقتي عربيات نقل لسه جايه. تعالى بقى نحول بقى هنطلع بقى ايه 100 سنه. وريني كده في الصغير بتاعي. يعني قلنا يا جماعه اي حاجه ب 15 جنيه اهو او تيشيرت يا جماعه. طيب احنا خلصنا ابو 15 وقلنا لولو تيجي تكسب الهديه. تمام. دور البولر ابو 55. الزبون ركز معايا. ده ابو 55. هات الطريق.
بص المنترول في سكوتس ده البولر الاصلي، هتسمع السعر مش هتصدق، حد يتوقع كده؟ البولر ابو 65 و55 هنبيعه بكام؟ حد يتوقع يكسب زي لولو؟ وادي الصوره شغال. بص الالوانات بقى والشغل الفاخر، هات كده لون ايه فرفشه، الوانات كلها فواتح البولر، في منه الصغير وفي منه الكبير ده على فكره، لا ده نفس ده، في منه الكبير وفي منه الصغير شغال. في منه الاطفال يا جماعه، في منه كبار، كبار واطفال. بكام يا عم فين عشان اجري بيك؟ حد قال ولا اقول انا؟ يعني في بعض الناس قالت لسه، يعني هم لسه بيكملوا في الاسعار القديمه. كمل بقى في الاسعار اللي هو الجديده، خلاص القديمه خلصت. موديل بقى الجديد ده يا جماعه اللي هي الترنجات، يلبس من 3 سنين لغايه 6 سنين اللي في ايدي ده. بص المشهد ده حكايتك حكايه كوكو. بص حبيبي، قلنا اللي حصلنا يكسرنا، ده اصغر مقاس حق ربنا يقول لك ب 55. شغال بكام؟ اقول ولا غور؟ في ناس قالت ب 30، في ناس قالت ب 20، في ناس قالت ب 35. اللي قالت ب 35 كسبانه. انا عم فاهم. ماشي. 35 كسبانه. شغال؟ شغال. يلا يا حبيبي. كل ده 35. في ناس بتقول لك منور يا عم فاهم. ربنا يا رب يخليكم لينا، احنا قلنا ايه؟ بنصبح وبنمسح على كل جروب كوكو اند اس، الناس اللي هي وش الخير علينا. يلا انت الكبير بقى شويه طارق. ده كده ده ب 35، قلنا الاسترتش بص متطعم من نفس الامراض زي التيشيرت الاصفر والمشجر، عامله ايه؟ كل ده 35، العروض دي لسه نازله. الكبير بقى طارق، لون ده حكايه يا طارق، الله ينور عليك. يلا ماس كبير ده الصغير طارق. كل ده ب 35. قلنا يا جماعه السويت شيرت والفستان ب 15 جنيه، الترنجات ب 35 جنيه. بدأنا ب 15 جنيه، قلنا الفستان ده ب 15. وفي منه سويت شيرت يا جماعه ب 15. وفي منه 10 موديلات. وفي بنطلون ميلتون ب 15 جنيه. كل ده ب 15. شغال؟ قلنا ده ب 15 ابو 35، النهارده الثلاث بس. تمام. يوم الثلاث هتجيني الاربع اقول لك كان على عيني. كل ده ب 15، شغال؟ شغال يا واد. يسكت. والجديد ب 35 جنيه يا جماعه. هات يا حبيبي. يلا افهم شويه. بص يا حبيبي. يلا كل ده ب 35 البولر، ابو 65 و55، قلنا في جمله وقطاعي. شغال؟ بص حبيبي البولر ده اللي متشجر منه فيه والساده والطبعه ايه؟ اسال خد حلال عليك. يسكت. بص بقى لون الفحم. لسه في ناس بتخمن يا لا خلاص كده التخمين خلاص، انا عايزك تركز معايا. قلنا باللغه العربيه الفصحى، استيقظ وركز واصحى. شغال؟ شغال. كل ده 35 يا عم طارق. شغال. يلا حلال عليك. في حد بيقول لك منور يا ابو فهامه. دول حبايبي. بص بقى القطن الصافي زي القلب الصافي، مطبوع ورا وقدام، 55. لا شغال 35. شغال يا واحد. خليها تخرب. الله يبارك. يلا يسكت. عم اديله. يلا كده تمام. كل ده 35. حلو قوي الترنج ده يا عم فايز. حكايته حكايه ابو 55. بص يا جماعه الالوان، الله ينور عليكم. يلا هات. الله ينور عليكم. بص يا حبيبي اللون ده كمان. يلا كل ده 35. شغال. شغال. بص طبعا ورا وقدام، غير بقى الموديل بقى عشان نقرا عشان بخت الناس. احلى عم فهيم. دول حبايبي. كل ده 35، 100 لون و100 ميزه. يسكت. عم اديله. كل ده 35، خليها تخرج. اي ترنج يا جماعه ب 35 جنيه. ده ب 15 اللي في ايدي ده. ده ب 15 اهو. الله، كل ده 15. انا عايز اسال سؤال يا عم فهيم، العرض ده امتى؟ النهارده الثلاث بس. العرض ده الثلاث يا جماعه. الثلاث بس، الثلاث بس، وده ب 15 مع التيشيرت. الله ينور عليك. ايه ده الجمال ده، الحلاوه والجمال. قلنا الكل كسبان والكل فرحان مع عم فهيم. يسكت. قام اديله. الله يبارك لك. يلا الله. الله. ايه ده، ايه ده، ايه القطن ده كله 15؟ قلنا بيع ببلاش وايه ثمن القماش. شغال. قلنا 70,000 لون و70,000 ميزه. يسكت. قام اديله. ادي الطبعات الجديده. يسكت. قلنا جمله وقطاعي. يسكت. الله يبارك. شغال بالكيلو. ادي بيع. بص يا حبيبي، قالك عبيله واديله. كل ده ب 35 البولر، ابو 65 بره.
في ناس بتقول لك طول ما في عم فهيم وكوكو الدنيا بخير. جد يا جد دول حبايبي، طول ما عم كوكو موجود وعم فهيم موجود الكل في خير شغال. قلنا طول ما هما في الدنيا هات من ده كتير طارق. يلا كل ده 35 في 12 سنه وفي 15 سنه شغال. في ناس بتقول لك في في مقاسات حديث الولاده، في حديث الولاده شويه، حديث الولاده تمثال. اه يا جماعة في حديث الولادة يا جماعة. حديث الولادة بسرعة، حطوا دول هنا. يلا هات حديث الولادة بسرعة. على السريع، كل ده ببلاش. الله! قالك يا جماله يا جماله في 35 شغال. الناس بتسأل فرع ايه؟ فرع الأطفال وراه ملف السيمة. عند عم فهيم يا جماعة. عند عم فهيم. يلا كل ده 35. بص المقاسات دي أصغر مقاسات عندي أكبر. أنا بوريك الأصغر عشان أنت وطالع. ده 3 سنين فيه لغاية 6 سنين و7 سنين. شغال كل 35 يسكت. في ناس بتقول لك عم فهيم مولع النار. دول حبايبي. حبيبي مش هقول لك العلبه دي فيها ايه، علبه جاتو بكام يا عم فهيم؟ الفده بثلاث قطع. بص يا حبيبي لسه جايه ب 35 بس. الله يبارك لك. ب 35 قلنا اطفالنا ايه؟ وجه بيوتنا. شغال يا وحش. يسكت. بص بقى الاسعار اللي هي ضرب النار. بص كده الله يبارك لك يا جماله يا عم فهيم. شغال على حاجة بكام يا او اطلع بره كده عشان الناس. بكام ده؟ ب 20 بس. الله يبارك. افتح لي واحده. يلا يلا اللي عايز ب 20، اللي عايز ب 20 بنات ولا اولادي؟ ده اولادي على بنات. ب 20 هناك، ب 20 هناك، ب 20. يسكت. افتح لي واحده عم اديله. في ناس بتقول لك الله الله عليك يا وحش. ب 20 بس يا حبيبتي اللي هي الانتر لوكم و 35. بص يا حبيبي كل ده ب 20، قلنا ليها كباسين عشان لو دماغ المولود لو مؤاخذه كبيره اهو. شغل فاخر من الاخر ده من ابو 35 شغال ب 20. الله يبارك. يسكت. ب 15 النص كم والكم 15 شغال. ومين يصدق ان دي ب 15؟ السلوبيتا القطن ام 35 بالطاقيه. شغال. ده لاختك، ده لاختك. في عايز اقول لكم يا جماعه في من اول حديث الولاده لحد ده ابو 35 القطن الصافي بكام؟ ب 20 جنيه بس. شغال. انا قلت انا عندك ده 100 لون. شغال شغال. يلا التيشيرت ابو اللي هو الصبيان الرجالي، هات الجاكيت اللي قدامك. في ترنجات يا جماعه، في زي ما عم فهيم عرض كده حديث ده الولاده. ده قطن صافي وحياه ولادك كان ب 35 حديث الولاده. يلا خد اهو. في منه صبياني. اه يلا يلا هنا. في صبياني وفي بناتي صح؟ اه ماشي. هات هات هات. يلا الطفره وصلت تاني. تعالي كده تعالي يا توته، تعالوا معايا كده بالمره في الوسع. يلا ابو 150 و160 شغال 140 بس. العلوانات اهي. يلا يلا الله كل ده ب 140 شغال. وحش شغال. كام ده؟ ده ب 50 جنيه بس. التغيير ابو 120 شغال بكام؟ ب 50. الله يبارك لك. يلا هات المنتجات اللي عرضها بكام؟ شغال ب 140 شغال ب 140. هات كده شنطتك يا سفينه شغاله. وحش. يلا بص يا جماعه اي جاكيت ب 140 جنيه. حبيبي جالك التيشيرت اللي هو ب 110 وب 75 شغال 55. شغال 55 شغال 55. في مقاس يا جماعه من ميديم لحد 2 اكس لارج. شغال 55 شغال 55 شغال 55 القطن الصافي. يسكت. ده 50 ده. ثواني بقى كده، ثواني واحده واحده. ثواني. انت بتبيع ولا بتبيع؟ مبطن من جوه يا جماعه ب 50 جنيه. شغال ب 50 جنيه بس. يلا. موديل تاني خد يا حبيبتي. يلا اللي عايز حاجه حلوه كل ده ب 50. تعالوا كده ورايا كل ده ب 50. يلا. هات اللي ورا ده. ما يهمش. ماشي. شغال ب 50. الصوره عامله ايه معاك؟ 200. الصوره عامله ايه؟ الصوره حلوه. ب 50 ب 50 اخر شويه دول. ورا يا استاذ خد خد. يلا كله هيلبس وكله هياخد. حلال عليكي. يسكت. بكام؟ ابو 150 ده شغال 75 بس. 75؟ العرض داخل المعرض ب 75. ابو 150 ب 75 بس. ب 75 جنيه يا جماعه. بص يا حبيبي كل ده ب 75. كل ده ب 75. شغال؟ تعالى كده. كل ده 75. كل ده يسكت.
عم اديله بكام الحته الشياكه والاناقه دي؟ ده شغال بكام؟ بخمسه وخمسين. بخمسه وخمسين صدقني كان بمية وخمسين. ده بخمسه وخمسين اخر شويه دول على فكره. يلا اللي عايز ياخد في منه كميه؟ اللي عايز ياخد في منه كميه؟ روح هنا. ايوه صح. يلا خد يا حبيبي. الله ايه ده؟ ده ابو 150 ده شغال ب 100. خد عشان ده حاجه وده حاجه. ابو 150 شغال ب 100. ابو 150 شغال ب 100. يسكت ام اديله ايه العدد ده؟ تمام. بكام ده؟ قالك البنطلون الشياكه والاناقه. يلا بص المشهد ده ب 125 ده شغال 75. يلا في الالوان السوداء بقى. هات يا حبيبي. بص يا حبيبي قول ده ب 75. ابو 125 قلنا داخل علينا رمضان. يلا ثواني عايز السرعه. بص يا حبيبي بكام ده؟ 75 اللي يجي ابو 110. بص المشهد ده روح يا شيخ الله يعمل بيت. يسكت جاب لك ابو 300 و400 الحريمي ب 150 بس. ب 150؟ ب 150 الحريمي. الحريمي يا جماعه ب 150 جنيه. في ناس عايزه عاوزين لبس اولادي من 4 سنين لخمس سنين. ترنجات اولادي من 4 سنين لخمس سنين. اه؟ في ناس عايزه مقاس ترنج اولادي من 4 سنين لخمس سنين. في عندي من 4 سنين لخمس سنين. رجعت لك تاني بتدخلي ب 10 جنيه. طارق اترنج مقاس 4 سنين وخمس سنين. 5 سنين و4 سنين صبيان وبنات بسرعه. عايزه اقول لكم اللايك ده يا جماعه احنا هنتابع كل حد بيسال اي سؤال. بوكسرات اهي. ايه رايك في البوكسرات لسه جايه ب 5 جنيه بس؟ بخمسه البوكسر بس. اي حد عايز يسال اسئله يسال. بخمسه بس. كل ده بخمسه. حلال عليكم. يلا. السادة وصل اهو. كل ده بخمسة جنيه. ورينا عم فايق. يلا حلال عليك. شغال. يسكت. أم اديله. دخلنا. يلا يا ابني هات. معلش يا إيمى. فايم. فايف ليه؟ العنوان فين معلش؟ الورقة ملف السيما بحاجات كوكو هندسي بنفتح من 11 ل 10. قلنا شغالين النهارده الثلاث. قلنا شغالين بسرعة. عند عم فايم يا جماعة. الفرع الأطفال عند عم فايم. هاي الناس اللي كان بتسأل أولادي أو بناتي. مقاس من 4 سنين لستة. ماشي شغال. هات هنا يعني حبيبي ادي الاربع سنين ده القطن الصافي 85. لا شغال 55. شغال كام؟ 55. الله ينور عليك. هات غيره. شغال 55. شغال 55. يلا ماشي. ايه رايك في المشهد ده؟ شغال 35. ماشي. في البنطلون ده حبيبي ماشي. وفين البنطلون ده؟ ماشي. العيال اللي بتجيب لي دي عيال شاطره قوي. ده ب 35 وده ب 35. في ناس بتقول لك الله الله ينور عليك يا وحش. يلا يا توت. منورين يا حبايبي. 35 بس. شغال؟ شغال. طب اعرض تاني ابو 55 جنيه. هات لي ابو 55. اعرض تاني بالراحه. ماشي. وهات لي كده شويه صبيان كده وشويه فاكهه من عندك. هات لي شويه الحلويات فين ابو 75؟ هي يا جماعه ترنجات بناتي تاني. ايه يا حبيبتي؟ 55 عامل ازاي؟ بص الله يبارك لك. بص يا حبيبي المشهد ده صدقيني زبونه اللي بتتكلم بامانه انت. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ده ب 55. بص يا حبيبي ابو 55 قطن صافي اهو يا جماعه. بتلبس من مقاس 4 لحد مقاس 6. شغال. خد يا حبيبتي حلال عليك. هجيب لك تاني. 55 كله هياخد. كله هياخد. بص يا حبيبي كل ده 55. الشراويل دي عامله كام يا عم فهيم؟ 15. 15؟ كل ده 55. كام ده؟ 75. طب هات لي بقى الولاد. كل ده 55. شغال؟ في واحد بيصبح عليك اسمها ام مايكل بتصبح عليك وهي من امريكا. ام مايكل ده انا اودي لك. عايز اودي لك هديه. ده انا اودي لك عيني. بلاش العين اودي لك النن. امريكا وبلد امريكا والناس المحترمه عشان ام مايكل. شغال؟ ربنا يحافظ عليك يا مايكل. بص بقى الشياكه والاناقه ب 110 شغال 75. بص يا حبيبي يلا يلا يلا. فين الترنجات؟ الترندوت. بص يا حبيبي الكاش كل ده ب 75.
طب ينفع تفتح لنا واحده واحده وريهم المستورد والخامه يا جماعه تحفه جدا. طارق يا طارق يلا بص يا حبيبي مدينه ده لسه جاي خلص ولسه راجع. مدينه السادات بتقول لك الله ينور عليك بس له صباحين على مدينه السادات. بص كده ده حق ربنا يخش علينا الصيف يخش علينا رمضان ب 200 جنيه لا شغال ب 75. بص كده بص اتفرج عليه بقى حاجه تفرح القلب. يسكت عم اديله. بص المشهد ده بص الاسعار دي يا جماعه بتبدا 150 ب 200. عم فهيم عامل تخفيضات بكام؟ يلا عايز الطعم ده بقى يلا. بص يا حبيبي ادي الصوره بص بقى المشهد ده طعم زي الكروج يا جماعه. هو طعم خروج. ادي الشورت بتاعه بيجمان وادي البادي بتاعه حكايته حكايه ب 125 هتنزل تاخده لها ب 75 بس. بص كده شياكه والاناقه داخل عنها طبعا اعياد. وريني الشورت مش هلاقيه. وادي الشورت. بص الشورت يا جماعه تحفه ده القطن الصافي. يلا يسكت قام اديله. دخلنا بقى في الصبياني. الصبياني حكايته حكايه. بص يا حبيبي ايه رايك في الكلام الكبير ده؟ ايه رايك في الشغل الشياكه والاناقه؟ قطن صافي التيشيرت لوحده ب 75. لا الطقم كله ب 75 شغال. قلنا ايه هنصفي مين في صفي؟ يلا الناس مستنيه طارق اما يجي حقكم عليا واصل اهو. في ناس بتقول لك عم فهيم بيدمر الاسعار. ده كام؟ انت مش دريان باب المحل حبيبتي شغال ب 35 القطن. ماشي بطلع لهم بقى بره واسالهم كده شغال 35 ده 45 بقى القطن ده. الصبيان ابو 65 شغال 45 45 بس 45 بس. بكام ده يا ماما؟ بكام ده؟ ماشي شغال 35 شغال 45 ماشي. يسكت ايه ده؟ الحلاوه والجمال كله واصل. الحلاوه والجمال كله واصل. قلنا صح السوق بكام يا عم فهم؟ ابو 125 شغال 75 ده سن محير؟ ده سن محير؟ ترنجات محير اهو يا جماعه شغال كل ده 75. اربع موديلات اشد من بعض. بص يا حبيبي معلش العنوان فين؟ قلنا الورقه ملف السيما محلات كوكو هندسه بنفتح من 11 ل 10 عند ملف السيما. العرض ده الثلاث انا عامله بدري عشان الشغل اللي خلص لسه راجع الثاني. ما ننساش العرض ابو 15. ما ننساش طبعا داخل المعرض 700,000 موديل. اللي اهم من ده كله الزبون يتسارع ويجيني عشان يلحق ابو 15. شغال اوعى تنسى سلوب التالت. المهم خلاص كده العلوان والورق انا هقفل عشان الزبون يلحق يجي. سلام برو.